وده اللي عملناه مثلا مع الموضوع الاخير بتاع بي بي سي ورويترز. احنا طلعنا بيانين محترمين واديناهم جواب محترم وبعت لهم الجواب وبعت رسمي. جبت مدير المكتب يقعد معاك اول قبل ما نعمل اي شيء. تواصلت معاهم تليفونيا مع المسؤول عن مكتب بي بي سي ومسؤول مكتب رويترز في القاهره واخرين في المكتبين تليفونيا لمده حوالي 3 ساعات تواصل تليفوني. وكان اول جمله اقولها نحن لسنا جهه رقابه. انا صحفي ونقيب سابق للصحفي ومهني وباحث ومدير مركز ابحاث وكنت مصدر ليكوا 20 سنه وبالتالي ابحث عن الحريه وابحث عن المسؤوليه معاها لكن الحريه والقواعد المهنيه وتعالوا نتكلم في ضوء ده. لا كلمتهم على تمويل ولا كلمتهم على استعمار بريطاني ولا عن اي حاجه. يا جماعه انتوا نشرتوا حاجتين، حاجه الاولى ارقام ما عندكوش تثبت منها، مصادركم ايه؟ فقال والله مصادر مجهوله. طيب لما ظهرت المصادر المعلومه اللي هي البيان الرسمي انتوا ما التزمتوش بيه. الحاجه الثانيه استخدمتوا مصطلحات غير دقيقه وخدتوا اقتباسات من وزاره الداخليه المصريه تلعبتم بيها. مصير وزارة الداخلية بتقول عناصر إرهابية ده اقتباس، هو فتح قوس وراح فجوه الاقتباس قال كم وصفاتها. لا ده هي وصفاتها، انت من الاول قلت هي قال تحط بقى الوصف بعدين كلامك انت بعدين. وقلت لرويترز قلت في المهنة في ميليتنت، انت استخدمت بيه ميليتنت بالانجليزي مسلحين، ميليتنت مقاتل، بس ميليتنت دي بتستخدم في معظم الاحوال في اتجاه ايجابي. ميليتنت مقاتل من اجل شرعيه لقتالنا، اجل حريه المراه، مقاتل من اجل الحريات العامه، مقاتل من اجل حقوق الانسان. ما استخدمش تيرورست، لا طب مش عايز بالعربي ترجمها مسلح. طب مسلح مش هي ميليتنت بالانجلش؟ مسلح بالانجليزي ارمد اليمنت، شخص مسلح. انت بتتلاعب. ده الكلام اللي قلنا لهم. ثم بعتنا لهم جوابين فيهم هذا المعنى وطلبنا منهم انه ببساطه لو انتوا واثقين من ارقامكم ال 54 قولوا لنا، هاتوا اسماء. وزاره الداخليه قالت الاسماء كامله. وكان مر على الجريمه دي حوالي 3 ايام او 4 ايام. عندكم السبل الاتيه، وده كان اقتراح مهني احنا كتبناه في الجواب. اما ان كنتوا تنزلوا مراسليكم عشرات منهم في كل انحاء مصر وانا كفيل في الهيئه بحمايتهم يدوروا على الشهداء المفقودين. اما تروحوا مكاتب الصحه تشوفوا الثلاث ايام صدر شهادات وفيات ايه؟ وفيات ايه؟ واسماء وكلموا وزير الصحه لو عايزين مساعدكم. اما ان كنتوا تجيبوا القوائم اللي نشرت خطا قبل الاعلان الداخليه كان في اسماء ثانيه ما جاتش في البيان. فتشوا ورا الاسماء دي شوفوا اذا كان صح ولا غلط، اذا كان في حد فيهم احنا خافين. اخر حاجه قلت حتى من قبيل المبالغه اعملوا اعلان في الوسائل بتاعتكم على صفحات الفيسبوك على الموقع قولوا لنا مين اللي اتقتل في الوحدات. اللي اتقتل يا جماعه يقول اسم ابنه يقول اسم اخوه، مش حدش هيخبي شهيد. صح. وبالتالي ردوا قالوا ايه بقى؟ شوف هما الحقيقه ردوا رد عملي وده يمكن اخر حلقه في هذا الموضوع. يوم اول امبارح رويترز نشرت خبر تاني في موضوع في اطار تاني عن مصر تعلن عن تعديلات على اعلى المستويات الامنيه اللي هو خبر الخاص بالفريق محمود حجازي وفي بالتعديلات في الداخليه. جوه الخبر وانا ده بقى اللي يهمني قال ايه نصا كده ويذكر يعني ما معناه انه وده تاني فقره ولم يصدر اي سبب لهذا الا ان قرار وزير وزاره الداخليه جاء بعد اسبوع من الهجوم المميت على عمليه الشرطه في منطقه صحراويه حيث قالت الوزاره ان 16 شرطيه لقوا مسرعهم بعد تعرضهم لاطلاق مركز سيف. اختفى رقم 52 من بيانات رد عملي. انت البي بي سي جت امبارح تاني اول امبارح تاني يوم على طول بعنوان مقتل 13 مسلحا في اشتباكات مع قوات الامن المصريه بطريق الواحات اللي هم كانوا اول امبارح. وراحت برضو في سياق الـ الخبر راحت وضعه نفس الرقم اللي هو انه تم انه يعني الشهداء الاسبوع الماضي قالت يعني وزاره الداخليه. بس برضو ايه ما ينفيش يعني انت عالجتها بس ده علاج لازمه لا ده علاج لطريقه بس الطريقه دي انت مش هتضمن عدم تكرارها. شوف احنا خليني اقول لك السؤال بس ان احنا ما ترصده انت من خلل مثلا في اداء انه الداخليه ما اتكلمتش قبل كده عن السجون الا لما تهاجمت مش احنا ما اتكلمناش عن حكايه المختفين قسريا دي سايبينها تكبر كنا لحد ما بقت كان ليها صدى في العالم.